اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ذكرنا أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن أنزل عقابه على من كانوا يسكنون الأرض من الجن جزاء أعمالهم الشريرة أراد سبحانه أن يستبدلهم بخلق جديد يكونون خلفاء في الأرض. أخبر الله الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة، فقالوا: سبحانك ربنا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن، فجعل خليفة منا نحن الملائكة، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونطيعك فيما أمرتنا. فقال عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. جمع الله ما أحضرته الملائكة من تراب الأرض فجعله طيناً لازباً لزجاً، فشكل منه ما يشبه هيئة الإنسان، فتبخر الماء وأصبح الطين حجراً صلداً يابساً، وظل على هذه الحالة زمناً لا يعلم مداه إلا الله. تعجب الملائكة وتحيروا من هذا الكائن الصلد ومن هيئته، وكانوا يروحون ويجيئون عليه سنين طويلة طالما ظل هذا التمثال ماثلا ساكنا مكانه. كذلك أخذت الحيرة والدهشة من إبليس كل مأخذ، فكان يمر به ويضربه فيصدر التمثال صوتاً كصوت الصلصلة، ويدخل إبليس من جوفه ليستكشفه. تمثال أجوف لا حياة فيه، ماذا عساك تصنع؟ ما بك لا تنطق؟ ماذا وراءك أيها الأجوف؟ هل جئت تزاحمني مكانتي عند رب العالمين؟ هل تملك ما أتمتع به من قوة؟ إن ما أسمعه منكما جعلني أسرح بخيالي متصوراً هذه المشاهد المبهرة التي حدثت في هذا الزمن السحيق. نعم، ونحن متشوقان لسماع المزيد من قصة أبينا آدم وعن الصراع بين عالم الجن وعالم الإنسان. أحسنتما، ولنستكمل حديثنا. وفي لحظة من لحظات الرحمة واللطف الإلهي نفخ الله من روحه في هذا الصلصال، فدبت فيه الروح وأصبح بشرا سويا يتنفس
ويجيل نظره يمنة ويسرة. أخذ يتأمل حاله ويتأمل المكان حوله ويحرك يديه ويمشي. وجاءت اللحظة الفارقة بين الحق والباطل، إنها لحظة الاختبار الكبرى. أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، أن تسجد لما خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. سجدت الملائكة جميعا، فالملائكة لا تعرف شيئا سوى طاعة الله، إنها تسبح دائما خاشعة لله في كل وقت. سجدت للإنسان لأن الله اختاره خليفة في الأرض، ولكن كان هناك مخلوق آخر لم يسجد. كان إبليس وهو من الجن في عداد الملائكة حينما أمرهم الله بالسجود إكراماً لآدم عليه السلام. وكان إبليس مخلوقاً من النار، شديد الطاعة لربه، كثير العبادة له، حتى استحق من الله أن يقربه إليه ويضعه في صف الملائكة. ولكن إبليس عصى هذه المرة الأمر الإلهي بالسجود لآدم، وشمخ بأنفه وتعزز بأصله. قال الله سبحانه: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أنا خير منه، لقد خلقتني من النار، أما آدم فمخلوق من الطين. النار أفضل من الطين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال الله تعالى: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ربي، ربي، إني لم أقصر في طاعتك وعبادتك، أمهلني، أمهلني يا رب، أمهلني إلى يوم الدين، أنظرني إلى يوم يبعثون. قال عز وجل: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ربي، بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولأغوينهم أجمعين. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. صدق الله العظيم. أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أعطى الله